أيها النواب، أتوكل بلجنة دائمة للمجلس الوطني 12 لنواب الشعب، أقدم تقرير أعمال للاجتماع. تفضل بمراجعتي. أولا، الأعمال الرئيسية في 5 سنوات الماضية. إن 5 سنوات الماضية فترة غير عادية جدا في مسيرة التنمية الحزب والدولة. إن لجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواتها تقود وتتضامن مع أبناء الشعب الصيني بمختلف القوميات، وتحققت أعمال الحزب والدولة إنجازات تاريخية وتغيرات تاريخية، ودخلت إشراقية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وبفضل القيادة القوية للجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواتها، طبقت لجنة دائمة للمجلس الوطني 12 لنواب الشعب الأرواح المنبثقة من المؤتمر الوطني 18 و19 للحزب الشيوعي الصيني، ودرست طبقت أفكار شي جين بينغ حول الإشراقية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتتمسك بالوحدة العضوية بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم القانون، وحفاظ بحزم على سلطة أمين عام شي جين بينغ ومكانته، وحفاظ على سلطة لجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته وقيادته المتمركزة والموحدة، وفتحت الوضع الجديد لأعمال وابتكار نظري وتجريبي لنظام مجلس نواب الشعب، حقق إنجازات كبيرة. منذ 5 سنوات وضع مجلس الوطني 12 لنواب الشعب ولجنته الدائمة 25 قانون وعدلت 127 قانون وأجازت 46 قرار حول القضايا المحورية القانونية ووضعت 9 تفسيرات قانونية. إن لجنة دائمة فحصت 26 قانون أحوال تنفيذية ل 26 قانون وقرار، واستمعت وراجعت 83 تقرير عمل، ووضع 7 قرارات، وأجرت 15 استجواب متخصصة و 22 دراسة متخصصة، حيث تحسنت آلية المراقبة وارتفعت جدول المراقبة، ووافقت على إبرام 43 معاهدة دولية، وعينت وأعفت مجموعة من عاملين بدوائر الحكومية. أولا، تركيز على تعزيز أعمال التشريعية في المجالات الرئيسية وتحسين نظام القانون الإشراقي ذي الخصائص الصينية باعتبار دستور نواتي، مراجعة ورفع مشروع قانون تعديل الدستور. إن دستور قانون أساسي للدولة والميثاق العام لحكم الدولة واستقراره، وتجسيد محوري لإرادة الحزب والشعب. إن لجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ كنواتي انطلقت من الوضع العام والارتفاع الاستراتيجي، وقرر تعديل الدستور. إن الجلسة الكاملة الثانية لمجلس الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني راجع ومررت مقترحات لجنة الحزب المركزية حول تعديل بعض المحتويات الدستور. إن لجنة دائمة تدفع أعمال تعديل الدستور وفقا لإجراءات القانونية بصرامة، وعقدت اجتماع 32 في يناير العام الحالي لمناقشة مقترحات تعديل الدستور لتشكيل مشروع قانون تعديل الدستور لرفعها إلى الدورة الأولى لمجلس الوطني 13 لنواب شعب. إن أعضاء لجنة دائمة وافقوا بحزم
على ترتيبات لجنة حزب مركزية حول تعديل الدستور، ووافقوا بالإجماع على أن اندماج النظريات الحيوية والسياسات الكبيرة التي وضعه المؤتمر الوطني 19 للحزب، خاصة أفكار شي جين بينغ حول إشراكية ذات الخصائص الصينية في دستور، يتحلى بأهمية بالغة وعميقة دفع تقدم الدستور مع العصر وتحسينه. يحكم نظام تطبيق الدستور، قمنا بتخصيص يوم الدستور وتعزيز الوعي الدستوري، إفكار روح الدستور، وقمنا بإقامة نظام إعلان اليمين الدستوري ينص بإعلان اليمين الدستوري للعاملين الحكوميين عند تولي المناصب لإعلان الإخلاص للدستور والوطن والشعب، تطبيق نظام العفو الخاص الذي نصه الدستور بمناسبة ذكرى 70 لانتصارات الحرب ضد الفاشية والانتصارات في حرب مقاومة اليابان، لقيام إصدار القرار العفو لبعض مرتكبي الجرائم، لسن قانونا الألقاب الفخرية الوطنية، لتطبيق نظام التقديرية الوطنية، سن القانون النشيد الوطني ومع القوانين الأخرى لصيانة كرامة الرموز الوطنية التي نص عليها الدستور، تعزيز البناء الأمني والقانوني، تطبيق تام المفاهيم العام لأمن الدولة لحفاظ على قوة الإثبات وتمسك بالفرصة المواتية لإصدار الأمن الدولي القانون الأمن الدولي ومكافحة التجسيس ومكافحة الإرهاب وقانون إدارة نشاط الـNGO الخارجية وأمن الإنترنت والمخابرات والمواصلات الوطنية والأجهزة العسكرية والأمن المواد وغيرها من القوانين المعنية، مما يقدم الضمان القانونية للحفاظ على مسرحة الوطنية الحمة، دفع عملية وضع موسوعة القوانين المدنية. تأليف موسوعة القانون المدنية هي مهمة شاقة للأجيال العديد من العاملين، فهذه دورة من لجنة دائمة قد اقترحت خطوتين، مما ينص وأصدر المرشد العام لموسوعة القوانين المدنية ليسعى لتوحيد موسوعة القوانين المدنية بحلول عام 2020، فبعد مرورها لثلاث مرات من لجنة الدائمة، فإن الاجتماع الكامل الخامس للجنة 12 الوطني لقد نجحنا في تأليف الباب الأول لهذه القوانين، مما يقوم بتمهيد الطريق للتأليف الموسوع الكامل يتسم بالمزايا الصينية والعصر. الآن تأليف الأبواب المختلفة يجري على قدم وساق، تعزيز إقامة سن القوانين الاقتصادية للأسواق الاشتراكية، وقدمنا المقترحات للسن القوانين الضرائب والأعمال تشريع بحلول عام 2020، وقمنا بتشريع القوانين حماية البيئة وقوانين ضرائب التبخ وقوانين حمولة السفن وتعديل قانون ضرائب الدخل وتعديل القانون لمكافحة يعني عدم وجود العدل في التنافس وغيرها من القوانين المتعلقة بالتجارة وتحويل المنجزات التكنولوجية إلى تطبيق، بناء قيم الاشتراكية الجوهرية بالقوانين. أخذنا قرار صياغة مشروع القرار بتخصيص اليوم للذكرى الشهداء وذكرى
لانتصارات لحرب مقاومة اليابان وذكرى شهداء لمذبحة نانجينغ الكبرى لإزكاي الروح الوطنية وغيرها من الروح القومية. وضعنا القوانين للضمان الخدمات الثقافية وإقامة المكاتب العامة وصناعة السينمائية، وهذا قد غيرنا الوضع متخلفا نسبيا في مجال الثقافة لتحسين الضمانات القانونية لارتفاع مستوى المعيشة المسيرات المتطلبات لعامة الشعب للحصول على حياة كريمة. قمنا بتعديل العديد من القوانين مثل معالجة التلوثات البيئية والمائية وحماية أحياء البحر والأحياء والحيوانات البرية لإقامة البيئة المواردية والبيئة الإيكولوجية الكريمة. وقمنا بتعديل الأمن قانون أمن الغذاء لضمان الأمن على طرف اللسان، كما قمنا بسن القانون الخيرية وضد العنف الأسري والعائلي، وكما قمنا بسن القوانين لحماية مصالح المستهلكين وغيرها من القوانين. الحفاظ على نظام دستوري للمناطق الإدارية الخاصة، تطبيق السلطة المفوض من الدستور والقانون الأساسي، وأخذنا القرار باللجوء إلى الانتخابات العامة لتمخض الحاكم لمنطقة إدارية هونغ كونغ الخاصة لتدبير اتجاه تطور الديمقراطية لهونغ كونغ، وقيام بتفسير للبند 104 للقانون الأساسي لكبح والمعارضة التصرفات استقلال هونغ كونغ للحفاظ على المصداقية والسلطة للدستور والقانون الأساسي. المصادقة على إقامة نقطتين في مكان واحد في بجانب سكة الحديد عالية السرعة يربط بين هونغ كونغ وشنجن وكوانشو، وحديد تدبير يتوافق مع الروح الدستور والقانون الأساسي. وخصنا القرار بإدخال القانون السيد الوطني في القانون الأساسي لهونغ كونغ لضمان التطبيق هذا القانون بشكل موحد في كل من هونغ كونغ وماكاو. قطعنا شوطا بعيدا في تشريع علميا وديمقراطيا وقانونيا. قمنا بتعزيز التنسيق بين جهاز التشريع ليلعب مجلس الوطني لنوبي الشعب دورها الرائد في عملية التشريع. باعتبار من عام 2015 لقد قمنا بتسليم مشروع القرار في 4 سنوات متتالية لمراجعة بعض مسودة القرار الخاصة بسن القوانين. لقد عقدنا صياغة مسودة القرار ل70 مرة في 5 سنوات الماضية حتى يجعل مؤسسة التشريع يلعب دورها الهام جدا في تعبير والتوازن والتنسيق المصالح المختلفة من أجساد المجتمع ليتوصل إلى الاتفاق لإصدار الدلائل لحصول على الأعراء من أوساط مختلفة من المجتمع. بالنسبة إلى بعض الأمور الهامة، لقد نجحنا في إدخال الطرف الثالث مستقل لقيام بالتقييم والتقدير، إقامة نظام استشاري للخبراء ونظام نقاط تواصل والاتصالات في المستوى القاعدي لتوضيح دور اللجنة الدائمة. فكل هذه العملية قد قمنا بنشرها للمجتمع للحصول على المقترحات. قمنا بإعلان مسودة القرار ل81 مرة من القانون الذي تم تمريرها لأول مرة. لقد قمنا بنظام التقييم المسبق لزيادة عقلانية عملية التشريع لضمان صلاحية وفعالية القوانين. ثانيا، لعب الدور عمل تشريع رائد والدافع لضمان استناد الإصلاح الحيوي إلى القانون وتطبيقه بسلاسة.
تمام إجراء إصلاح آلية المراقبة الوطنية، تطبيق ترتيبات لجنة الحزب المركزية حول إصلاح آلية المراقبة الوطنية، ووضعنا قرار بإطلاق إصلاح التجريبي في بكين وشانشي وزيجيانغ وتعميمه في أنحاء البلاد لتقديم الدعم القانوني للإصلاح التجريبي. إتقان أعمال تشريع لقانون المراقبة بعد استماع وجمع آراء المجتمع مرتين، وضعت اللجنة الدائمة ورفعت مشروع قانون المراقبة لمراجعته في هذه الدورة. تحسين آلية العمل لإقرار التفويض وإقرار الإصلاح. بالنسبة لنقصان القوانين واللوائح الحالية، وضعنا بإقرار التفويض أو إقرار الإصلاح وفقا للقانون. الاستماع إلى تقرير أعمال التجربة لتعزيز المراقبة وتقييم النتائج، وقررنا تمديد الفترة التجريبية أو اندماج الإجراءات الإصلاحية في تجارب جديدة. وبالنسبة للإجراءات الإصلاحية الفعالة، قمنا بوضع قوانين للتعميم، ومنذ 5 سنوات قمنا بوضع 21 إجراء تفويض أو إقرار الإصلاح تتطرق إلى منطقة التجارة الحرة التجريبية ونظام ملكية الأرض الجماعية في الريف ونظام القضاء والدفاع والجيش، تعزيز أعمال تعديل القوانين. وقمنا بتعديل القوانين بشكل منسق بالنسبة لبعض البنود التي لا تتفق مع مطالب الإصلاحية. ومنذ 5 سنوات قمنا بوضع 15 قرار لتعديل القوانين، تتطرق إلى 95 قانون، ودفع إصلاح في المصادقة الإدارية والتأهيل المهني لتحفيز حيوية السوق والمجتمع، تطبيق ترتيب لجنة الحزب المركزية حول تعديل سياسة تنظيم الأسرة لتعديل قانون السكان وتنظيم الأسرة، وقررنا إلغاء القوانين المتعلقة بعمل الإجباري، وقمنا بتفسير للبنود المتعلقة ب قانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ثالثا، تحسين آلية عمل المراقبة وتعزيز المراقبة لأحوال التطبيق للدستور والقوانين وعمل الحكومة. تحسين آلية عمل الفحص لتنفيذ القانون وإبراز مكان عمل الفحص في مكان بارز. ومنذ عام 2015 تم زيادة مشروع فحص تنفيذ القانون ل6 مشاريع، وقام 96 عدد من اجتماع رئيس اللجنة الدائمة بفحص تنفيذ القانون، وحوالي 900 عدد من لجنة دائمة ولجان متخصصة ونواب الشعب للمشاركة في فحص تنفيذ القانون. وبالنسبة لمشاكل بارزة، قمنا باستطلاع الحقائق واستكشاف وتشكيل عملية العمل الكامل تضم 6 حلقات، إصدار وتحسين الآراء حول استجواب المتخصصة، مطالبا برد شكاوى جماهير الشعب وتلبية اهتمامات جماهير الشعب. ومنذ 5 سنوات قام 155 مسؤول بدوائر حكومية باستماع إلى آراء واستجواب.
إن فحص تنفيذ القانون واستجواب المتخصصة أصبحت أكبر قوة وسلطة ولعبت دور أفضل لتعزيز فعالية المراقبة ودفع وإتقان تحسين العمل. ابتكار آلية مراقبة الميزان ميزانية، تعديل قانون الميزانية ودفع إقامة النظام ميزانية الشفافة ونموذجي ومقيد إلزامي، وتحسين آلية إبلاغ اللجنة الدائمة لمجلس الوطني لنواب الشعب واستماع لثلاث سنوات متتالية إلى أحوال التنفيذ لمجلس الدولة، وإقامة نظام إبلاغ أحوال أصول إدارة الأصول المملوكة للدولة من قبل مجلس الدولة إلى لجنة دائمة لمجلس الوطني لنواب الشعب، وتحسين آلية استماع إلى آراء نواب الشعب ومختلف أوساط الاجتماعية ودفع مراقبة ميزانية لنواب الشعب على شبكة الإنترنت وتحقيق المراقبة دائم أونلاين لكافة مسيرة تطبيق الميزانية. مواصلة تعزيز مراقبة التتابعية وتركيز على ثلاثة معارك، وهي الوقاية من المخاطر الخطيرة، مخاطر كبيرة، ومصادقة السقف لديون الحكومات المحلية، واستماع إلى تقارير أحوال إدارة ديون الحكومات المحلية، واستماع إلى أحوال تطبيق الميزانية المركزية، ووقاية من المخاطر المالية، واستماع إلى تصديق مشروع تعديل الميزانية المركزية، وتعزيز مراقبة لأحوال استخدام الأموال المخصصة للتكنولوجيا ورعي وتعليم وغيرها من المجالات الرئيسية، والتركيز على معركة القضاء على الفقر بشكل دقيق، واستماع مرتين إلى تقرير المتخصص المعني بمجلس الدولة وإجراء استجواب متخصصة، تنفيذ 127 اقتراح حول القضاء على الفقر لخمس سنوات متتالية، تركيز على دفع القضاء على الفقر في مناطق القومية ومناطق الثورية السابقة، وتركيز على معركة معالجة التلوث وفحص تنفيذ قانون حماية البيئة ووقاية من تلوث بيئي بنفايات وقانون تلوث الهوائي، واستماع إلى أحوال إنجاز أهداف حماية البيئة لمجلس الدولة لسنتين متتاليتين، واستماع إلى سبع قرارات متخصصة لدفع حل مشاكل البيئية بارزة. تعزيز المراقبة للأعمال الاقتصادية ودفع تطبيق مفاهيم النمو الجديد. المراجعة والفحص الخطوط العريضة لخطة خماسية 13 للاستماع إلى تقرير التقييم المنتصف الفصل لخطة خماسية 12 للاستماع إلى المدى تطبيق سنويا لدفع الإنجاح المهام الهامة، والاستماع إلى التقارير حول الإصلاح من جانب العرض والإنجاح وإكثار من كيان الاقتصاد والاندماج بين معلوماتية وصناعية، وسن القوانين فحص جودة المنتجات ودفع التطبيقات المنجزات العلمية. فيما يخص بإيلاء أولوية للنمو
المنطقة الريفية، قمنا بالاستماع إلى التقرير في المواضيع المعنية مثل مقاولة الأراضي والبناء المنطقة الريفية الجديدة، الفحص القانون الزراعة وقانون البذور، وقمنا بالاستماع إلى تقرير ودراسة الخاصة فيما يخص بتنمية الكبرى للغرب وتنسيق بين المنطقة الريفية والمدن، اللجوء إلى أساليب عديدة للمراقبة للدفع والضمان وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق المستوى الأعلى للأمن وجودة الحياة لأبناء الشعب. وبنفس السنة استمعنا إلى التقرير الردود من مجلس الدولة حول المقترحات لهذه المواضيع المعنية، لفحص القوانين الأمن الإنتاجي وأمن المواصلات والأمن الإنترنت والحفاظ على حقوق المستهلكين، والاستماع إلى التقرير الخاص فيما يخص بالإنتاج الأمني والإدارة الأدوية ومعالجة والوقاية من الأوبئة، لفحص القوانين للتعليم المهنية وتعليم المجاني وتعليم القصار، الاستماع إلى التقارير الخاصة للاندماج بين المنطقة الريفية والمدن والإصلاح النظام الطبي وإقامة شبكات الخدمات العامة، تعزيز مراقبة القضايا لحفاظ العدل القانوني، الاستماع إلى 15 التقارير الخاصة من المحكمة العامة والنيابة العامة العليا لتعزيز المراقبة في مجال إصلاح القضاء والإعلانية القضاء والحكم الإداري ومراقبة لأعمال مكافحة الرشوة والفساد. قمنا بتدبير الهام جدا للقيام بإصلاح القضاء لتطبيق الحق الحكم النيابي لزيادة مصداقية القضاء، نسعي بواجب المراقبة للدستور وإحكام نظام الفحص احتياطي لتطبيق نظام الترابط بين الفحص والمراجعة لوضع إجراءات الفحص الاحتياطي لقيام منصة الموحدة للفحص لتطبيق احتياطي كل نسخة من القضايا وتصحيح كل الأخطاء إن كان موجودة، والاستماع لأول مرة إلى تقرير العمل في هذا المجال. في 5 سنوات لقد سلمنا 4778 قضية وقمنا بالفحص المبادر ل 188 القضية وتفسير القضايا، كما قمنا بالفحص الخاصة بشكل مركز لبعض القوانين المحلية، وقمنا بدراسة 1527 قضية التي قد طرحها المواطنون والمنظمات للاحتداء إلى بعض المشاكل والمسائل الموجودة لضمان فعالية الأوامر من الحكومة المركزية لضمان التوحيد النظام القانوني. رابعا، تعميق وتوسيع عمل النواب ولعب دورهم بشكل كافي، توثيق تواصل بين نواب الشعب وجماهير الشعب، إقامة وتطبيق نظام التواصل بين أعضاء اجتماع رئيس اللجنة الدائمة وأعضاء اللجنة الدائمة مع نواب الشعب وأعضاء اجتماع رئيس لجنة دائمة يتواصلون مباشرة ب 87 نائب وأعضاء لجنة دائمة يتواصلون مباشرة ب 333 نائب، وتوسيع قناة العمل بينهم حيث يشارك 1500 عدد في نشاطات فحص تنفيذ القانون، وحضر 1600 شخص عدد اجتماع اللجنة الدائمة.
تحسين نظام إبلاغ أهم الأحوال للجنة دائمة ولجان مخصصة للنواب وتنظيم النواب لإجراء الدراسة وتفقد لتسهيل تعبير رأي العام رأي الشعبي تعزيز جدوى وفعالية تنفيذ مشروعات النواب فمنذ خمس سنوات رفع النواب لجنة المجلس الوطني 12 للنواب الشعب 2366 مشروعا و 41,353 مقترحا ومن بينهم تم إجازة 59 مشروع تشريعي متعلق ب 514 مشروع ويجري مناقشة ل 12 مشروع تشريعي متعلق ب 153 مشروع وتم تنفيذ بدأ تنفيذ 22 مشروع مراقبة متعلقة ب 37 مشروع وتمكنت وحدات المسؤولة المختلفة بإجابة كل مشروع ورد كل مشروع مما يدفع حل مجموعة كبيرة من حل المسائل الحيوية التي تهم مصالح الشخصية لجماهير الشعب تعزيز البناء الأسلوب الفكري والسياسي ومراقبة أداء الواجبات تحسين نظام إعداد والدراسة للنواب وقمنا ب 22 دورية دراسية للنواب يشارك فيها 5520 عدد وتعزيز أعمال فحص أهلية النواب بجدية وحث النواب على التزام بدستور وقوانين كنموذج لإقامة صورة جيدة للنواب الشعب خامسا دفع تحسين وتطوير نظام نواب الشعب لترسيخ أساس بناء حكم دولة وحكم حزب دائم تعزيز أعمال وبناء نواب شعب على مستويين المحافظة والبلدة وخلال مستويات الخامسة لنواب الشعب في الصين إن مستويين المحافظة والبلدة متميزة وقامت اللجنة الدائمة بدراسة متخصصة لتستمر سنتين لرفع مقترحات العديد لتعزيز أعمال وبناء نواب الشعب على مستويين محافظة وبلدة وتعديل قانون التنظيم المحلي وقانون الانتخابات وقانون نواب ويعتقد كثير من نواب الشعب المحليين إن هذا العمل أكبر عمل قوة لدفع بناء أعمال نواب الشعب المحليين منذ سنوات كثيرة وحل بعض المشاكل البارزة في تحول دون كمية أعمال نواب الشعب في وحدات القاعدية كما قمنا بإعداد 2850 المسؤولين وبعد جهود المتضافرة ظهرت أعمال نواب الشعب على مستويين محافظة وبلدة ملامح جديدة كما منح سلطة التشريع محلي في المدن وقمنا بتعديل قانون التشريع لمنح سلطة التشريع المحلي للمدن وتوضيح سلطة ونطاق التشريع المحلي والآن
عدد المدن والمقاطع التي تتمتع بسلطه التشريع المحلي ازدادت من 31 مقاطعة و49 مدينة لتضم الآن 274 مدينة أخرى. ومنذ 3 سنوات هذه المدن وضعت 591 قانون محلي مما يقدم دعم قانوني قوي لتعزيز وتحسين الحوكمة المحلية. وعقدنا 5 ندوات عمل حول التشريع المحلي وقمنا ب8 دوريات إعدادية لتعزيز الإرشاد لأعمال تشريعية لنواب الشعب المحلية. حفاظ على كرامة النظام مجلس نواب الشعب. تطبيق ترتيبات لجنة حزب المركزية وإقرار إبطال 45 نائب في مقاطعة ليوني الذين قدموا رشوة. وحسب مبادئ الدستورية والقانونية اتخذنا إجراء ابتكارية لحل بشكل مناسب قضية المتعلقة برشوة انتخابي في انتخابات بمقاطعة ليونينغ وإرشاد الأعمال المعنية بانتخابات نواب شعب المحليين لضمان نزاهة أعمال انتخابية لمجالس المحلية لنواب الشعب. سادسا، تعزيز الاتصالات الخارجية لمجلس الوطني للخدمات الدبلوماسية المتميزة للصين. تعزيز التبادلات الودية مع برلمانات من الدول المختلفة. قد قمنا باستقبال 275 وفد من الدول المختلفة وقمنا بتنظيم 311 وفدا للزيارة وقمنا بتوقيع الاتفاقية التعاون مع 19 دولة و21 التحالف وقمنا بإقامة آلية التبادلات مع كل من روسيا وأمريكا وغيرها من 21 دولة وقمنا بإجراء 65 المرة من الفعاليات التبادلية وقمنا بنشاط بقيام دبلوماسية متعددة الأطراف مع دول مختلفة. فإن الرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني قد حضر المؤتمر الرؤساء البرلمانات الرابع العالمي لتقديم المبادرات الصينية فيما يخص بمكافحة الفقر والدفع التنمية السلمي والدفع الديمقراطية تقرات العلاقة الدولية. كما لعبنا دورا بناء في المنتدى المؤتمر الآسيا والمنطقة آسيا والباسيفيك ودول بريكس. يلعب المجلس الوطني الدورة الخاصة في مجال الدبلوماسي لتطبيق مبادرة شي جين بينغ في الدبلوماسية كالمهمة ذات أولوية مسبقة لتعزيز الثقة المتبادلة والثقة السياسية لتوسيع القاعدة الأساسية للآراء والمجتمع لتعزيز الضمانات الاجتماعية والسياسية لبناء الاستراتيجية الحزام والطريق لتعزيز التبادلات فيما يخص بإدارة الشؤون الدولة لنشر صوت الصين وإحسان لقصة الحكاية الصينية لتعزيز الفهم للطريق التنمية التي تتخذها الصين فيما يخص بعض المصالح بعض القضايا الخاطئة من بعض الدول المعينة. نحن قمنا بردود بالثبات لحفاظ على سيادة الدولة وأمنها ومصالحها في التنمية. سابعا، دفع البناء الحزبي لمجلس الدولة ولجنة دائمة لها لرفع كفاءته وقدرته على
كفاية الواجبات لتنفيذ التخطيط الشامل لتعزيز الانضباط الحزبي لتعزيز البناء الحزبي للجنة دائمة. يلعب دورها الهام جدا في تحديد الاتجاهات والسيطرة على الوضع العام والضمان التطبيق. وضع السياسة في المكان الأول فالحفاظ على الاتفاق مع الحكومة المركزية تحت قيادة شي جين بينغ في الموقف السياسي والاتجاه السياسي والمبادئ السياسي والطريق السياسي. لقد قمنا بتسليم 220 التقرير للحكومة المركزية، وقمنا بدراسة عميق والتفكير عميق للأفكار الاشتراكية ذات خصيصة صينية، وقمنا بفعاليات بتشددات الثلاثة للدفع الدعم تعزيز الانضباط في داخل الحزب لتعزيز نضالية المركزية المعنية. كما قمنا بدراسة جماعية 58 مرة وعقدنا المحاضرات 31 مرة لتعزيز التعليم والقيادة للمسؤولين المعنية للحزب. كما عقدنا الندوة لبناء الحزب لتطبيق الروح الحكومة المركزية لتعزيز الانضباط الحزب. مثابرة في تغيير التيارات التحريفية. قمنا بوضع وتطبيق الروح الحزب دائمة لتعزيز المقترحات من الحكومة المركزية المتمثلة في 8 نقاط. يتمثل في المعارضة والتصحيح التيار التحريفية، يتمثل في الأسبوع القاعدي ليتعرف على واقع حياة الشعب بشكل واقعي لتضييق الفجوة بين التشريع والمراقبة مع الحياة الواقعية لأبناء الشعب، لتطبيق روح المبادرات والأوامر للأمين العام شي جين بينغ، وإصدار المقترحات الملموسة ل4 سنوات متتالية، إقامة نظام الاستفادة من الأحوال من اللجان الخاصة لتحسين الأعمال الدراسية النظرية والآراء العامة. يحيي ذكرى للستين لإقامة نظام مجلس الوطني لنضال الشعب بمهابة لترخيص التجارب المهمة لنشر وإعلام المنجزات التي قد حققناها في مجال الإدارة الديمقراطية ونظام سياسي. عدم التوقف في رفع شرفية لأعمال مجلس الوطني وإقامة ندوات دراسة النظرية لنظام مجلس الوطني لنواب الشعب. اللجان الخاصة التابعة لمجلس الوطني تعمل على إيفاء بالواجبات بكل إخلاص وصيانة سلسلة من مشروع قرار لتنفيذها، وكل هذا على أساس دراسة دقيقة وتحري شامل، وحققنا على منجزات كبيرة. فإن دوائر مجلس الوطني الفرعية يدعى نفسه تحت مراقبة للجنة وفريق العمل التابع لحكومة مركزية لضمان فعالية هذه اللجان. أما مجلس الوطني الفرعية والمحلية يساعد مجلس الوطني المركزية لقيام بالفحص والتفقد الميدانية، مما يدفع مستوى عمل مجلس الوطني بشكل كبير. أيها النواب، إن الإنجازات التي حققته مجلس الوطني 12 لنواب شعب ولجنته الدائمة تعود جذريا إلى القيادة القوية للجنة حزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته، وتعود جذريا إلى إرشاد العلمية
لأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وكذلك نتيجة لعمل جدية لنواب شعب وأعضاء لجنة دائمة وأعضاء لجان المتخصصة وعاملين بالدوائر نواب شعب المحلية، والنتيجة للتنسيق الوثيق بين مجلس الدولة ومحكمة الشعب العليا ونيابة العامة الشعبية العليا. وهنا أقدم فائق تقديري وخالص شكري نيابة عن لجنة دائمة لمجلس الوطن 12 لنواب شعب. استعراضا لأعمال في 5 سنوات الماضية، أدركنا جيدا أنه أمام المهمة الشاقة لحكم القانون على نحو شامل انعمال تشريعية تحتاج إلى زيادة تعزيزها، ومدى وعمق تواصل بين لجنة دائمة مع نواب وبين نواب مع جماهير الشعب يحتاج إلى زيادة توسيعها، ونظام العمل للجنة دائمة ولجان متخصصة يحتاج إلى زيادة تحسينها، وكل ذلك يحتاج إلى تحسين الجدي في أعمالنا المستقبلية. ثانيا، الإدراك الرئيسي لأعمال 5 سنوات. منذ المؤتمر الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني، إن لجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته تولي اهتماما بالغا ببناء نظام مجلس نواب الشعب وعززت قيادتها شامل على أعمالنا. الأمين عام شي جين بينغ ألقى خطاما هاما بمناسبة ذكرى 60 لتأسيس المجلس الوطني لنواب الشعب، حيث أوضح فيه أن الحتمية التاريخية وأهمية البالغة لتطبيق نظام نواب الشعب في الصين والمطلب الأساسي لتمسك وتطوير نظام نواب الشعب وسلسلة من المبادئ الحيوية سلوك طريقة في التنمية السياسية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، إن ذلك بمثابة وثيقة منهجية لتحسين نظام النواب الشعب ودفع بناء سياسي ديمقراطي اشتراكي. إن اللجنة المركزية أصدرت سلسلة من الوثائق الهامة لتوضيح اتجاه وتقديم إرشادات لأعمال نواب الشعب في ظل الوضع الجديد، وخلال التجارب أدركنا بشكل أكثر أعززنا إدراكنا لمحتويات العلمية وخصائص الطبيعية لنظام نواب الشعب، وزيادة إدراكنا للمكانة وقواعد العمل لنواب شعب في الصين. أولا، إن قيادة حزب الشيوعي الصيني هو المطلب الأساسي والتفوق الأكبر لنظام نواب الشعب، يجب التمسك بقيادة المتمركزة والموحدة للجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته. إن قيادة حزب الشيوعي الصيني أكبر خصائص طبيعية لإشراقية ذات الخصائص الصينية والتفوق الأكبر لنظام إشراقي ذي الخصائص الصينية. إن نظام نواب الشعب هو ابتكار عظيم لحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني، وترتيب سياسي الأساسي
للوحدة العضوية بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم القانون. إن التمسك بقيادة الحزب هو مطلب طبيعي وتفوق الأكبر لنظام نواب الشعب والضمان الأساسي ومفتاح لإتقان أعمالها. مجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة هو دوائر سياسية هامة بقيادة لجنة الحزب المركزية. يجب ترسيخ الوعي السياسي ووعي الوضع العام ووعي المحور ووعي مياسرة النماذج والحفاظ بحزم على سلطة أمين عام شي جين بينغ ومكانته كنواة والحفاظ بثبات على سلطة لجنة حزب مركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته وقيادتها المتمركزة والموحدة توحيد بشكل عضوي وبشكل حقيقي بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وحكم القانون لضمان كافة أعمال نواب الشعب. تتجسد قيادة الحزب بلا زعزع. طالما يحتاج إليه الحزب والشعب يجب أن نتحمله ونتقنه ولا نخاف من خطر وصعوبة لضمان أن رأي إرادة الحزب تصبح إرادة الدولة وفقا لإجراءات القانونية وتطبيق ترتيبات وسياسات لجنة الحزب المركزية بلا تردد. ثانيا، إن قيادة الحزب هي مرشد والدليل للحركة التمسك بنظام مجلس وطني لنواب الشعب وتحسينه. لابد أن نتمسك بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية في عصر شي جين بينغ الجديد. أسسنا نظام مجلس وطني لنواب الشعب وتطبيقها هو نتيجة ومنجزات هامة لاندماج بين مركزية والظروف الواقعية في الصين منذ المؤتمر الوطني 18. فإن الأمين العام شي جين بينغ قد قدمت سلسلة من الأفكار والاستراتيجية والمفاهيم الجديدة حول الإحكام نظام مجلس وطني لنواب الشعب، مما يوسع المحتويات العلمية والخصائص الأساسية والمطالب الجوهرية لهذا النظام، وطورت النظرية المركزية، وهذا يعد الجزء هام جدا للفكرة والأفكار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في عصر شي جين بينغ الجديد، ويقدم مرشدا ودليل علمية لتمسك بنظام مجلس وطني لنواب الشعب. فإن مجلس وطني ولجنتها الدائمة فلا بد أن يطبق هذه الأفكار الجديدة ويطبق الروح لمؤتمر الحزب 19 لتطبيق النظرية الأساسية والخطوط الأساسية والمبادئ الأساسية ورفع الوعي السياسي والمسؤوليات السياسية، ويتمسك ويحكم نظام مجلس وطني لنواب الشعب ويحسن القاعدة الفكرية لأعمال مجلس وطني لإسكار روح الربط بين النظرية والوقاية لربط بين مطالب لتنمية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وربط النظام لمجلس وطني والأعمال الملموسة الواقعية ليجعل أعمال مفعم بنشاط والحيوية ويتماشى مع متطلبات العصر. ثالثا، فإن مجلس وطني لنواب الشعب هو وسيلة هامة جدا لسيادة الشعب الدولة، فلا بد أن نطبقها في كل تفاصيل لحياة السياسية والحياة الاجتماعية. فإن دولتنا
تحت قيادة الطبقة العمالية وعلى أساس التحالف بين العمال والفلاحين وننتهج النظام الديمقراطية والديكتاتورية الشعبية، فكل الحقوق يرجع إلى الشعب، وهذا هو خيار التاريخ وخيار الشعب. تنمية السياسة الديمقراطية الشعبية يأتي لتمثيل إرادة الشعب، لضمان مصالح الشعب وتحفيز الإبداع للشعب، لضمان سيادة الشعب الدولة من خلال القوانين والأنظمة. المجلس الوطني واللجنة الدائمة لها يمثل الشعب ليمارس حقوقها، لابد أن يتمسك بمكانة الشعب كصاحب الدولة لضمان سيادة الشعب الدولة من القوانين والأنظمة، لتوسيع المشاركة الشعب، ويتمتع الشعب بالحقوق الغفيرة والحرية الواسعة. يتمسك باعتبار الشعب كالنواة والجوهر لتقديم اقتراحات لحل المشاكل المتصلة بالحياة الواقعية لأبناء الشعب، لرفع رفاهية الشعب، ليلبي دعوة الشعب. فإن المجلس الوطني هو جزء لدوائر الحكومة، يمثل إرادة ومصالح الشعب ومشاركة في عملية ممارسة الحقوق الدولة، احترام الممثلين والنواب هو مطالب الجوهرية لتمسك بمكانة الشعب كصاحب الدولة. فعلينا أن نقدم الدعم والضمان للممثلين والنواب وتعزيز روابط بين الممثلين والنواب والشعب، فكل الحقوق تم ممارستها من قبل الشعب وللشعب، وندع أنفسنا في مراقبة الشعب. رابعا، إن حكم القانون على نحو شامل مطلب أساسي وضمان هام لإشراقية ذات الخصائص الصينية. يجب لعب دور مجلس نواب الشعب ولجنته الدائمة في حكم القانون. إن الدورة الكاملة الرابعة لمجلس الوطني 18 للحزب الشيوعي الصيني أصدرت أول قرار خاص حول تعزيز بناء حكم القانون، وأوضح أن الهدف العام لدفع حكم القانون هو بناء نظام قانوني إشراقي ذي الخصائص الصينية وبناء دولة إشراقية تدار بالقانون. إن اندماج حكم القانون على نحو شامل في ترتيبات شوامل الأربعة يتحلى بأهمية بالغة لتحسين وتطوير النظام الإشراقي ذي الخصائص الصينية ودفع بناء التحديث وبناء حوكمة الدولة وتحديث قدرة الحوكمة. إن مجلس الوطني للنواب شعب ولجنته الدائمة تتحمل واجب هام في دفع بناء حكم القانون، ويجب التمسك أولا بحكم الدستور وتطبيق دستور وممارسة واجبة مراقبة الدستور والحفاظ على كرامة الدستور. يجب التمسك بأن أعمال تشريعية تتفق مع تطلبات تنمية الإصلاح لدفع الإصلاح في حكم القانون وتحسين حكم القانون في الإصلاح. يجب التمسك بمفتاح رفع جودة العمل التشريعي والدفع التشريع العلمي والتشريع الديمقراطي والتشريع وفق القانون. إن التشريع العلمي محوره هو يعتمد على حقائق وخصائص الصين ويتفق مع قواعد الموضوعية، لجعل القوانين تجتاز اختبار التجربة والتاريخ. إن التشريع الديمقراطي محوره هو أن التشريع يخدم الشعب ويعتمد على الشعب، وتوصية مشاركة نواب شعب وجماهير شعب في التشريع لجعل كل مشروع قانون يتفق مع
روح الدستور ويجسد إرادة الشعب ويحظى بدعم الشعب. إن تشريع وفق القانون محوره هو ممارسة سلطة التشريع وفقا للسلطة وإجراءات القانونية بصرامة للحفاظ على وحدة النظام القانوني في الدولة. إن مجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة تراقب تطبيق القانون وأعمال حكومية، وهو ترتيب النظام ومطلب الداخلي لنظام نواب الشعب. يجب إتقان سلطات المراقبة التي منحته الدستور والقوانين وتعزيز المراقبة لأعمال الحكومة. يجب تطبيق المراقبة الصحيحة والفعالة وتعزيز قوة المراقبة وتعزيز جدوى المراقبة. إن تطبيق المراقبة الصحيحة محوره هو التمسك بقيادة الحزب دائما واتباع للسلطات القانونية وإجراءات القانونية ومعالجة العلاقة بين المراقبة والدعم لتشكيل تضافر القوة المتضافرة بين تعزيز وتحسين العمل. إن تطبيق المراقبة الفعالة محوره هو انطلاق من وضع العمل لأعمال الحزب والدولة وتعزيز إرشاد المسائل وتحسين آلية المراقبة والدفع حل المشاكل البارزة التي يهتم بها نواب الشعب وجماهير الشعب. خامسا، نظام نواب الشعب هو جزء هام لنظام إشراقي ذي الخصائص الصينية. يجب أن نتمسك به ومواكبته بالعصر. إن ثقة الشعب الصيني بنظام نواب الشعب تعود لثقته بقيادة القوية لحزب الشيوعي الصيني، وتعود إلى ثقتهم بطريق إشراقي ذي الخصائص الصينية ونظريته وأنظمته وثقافته. وفي مسيرة تنمية أعمال الحزب والدولة أظهر نظام نواب الشعب تفوقات سياسية كبيرة وفعالية تنظيمية. برهنت التجارب على أن نظام نواب الشعب مجموعة من سياسات أنظمة سياسية فعالة متمكنة. يجب أن تتمسك بسلوك طريق تنمية السياسية الإشراقية ذات الخصائص الصينية تعزيز الثقة بنظام نواب الشعب وتقديم ضمان نظامي أقوى لازدهار واستقرار دائم. تعزيز الثقة بالنظام لا يعني اكتفاء بالذات ولا يعني بقاء في المكان الأصلي. يجب مواصلة استكشاف وابتكار آلية العمل للتشريع والمراقبة والنواب وإغناء وتوصية تجارب وخصائص العصرية لأعمال نواب الشعب ومواصلة توصية تفوقات وخصائص النظام السياسي الأساسي في بلادنا. يجب على لجنة دائمة أن تعزز علاقتها مع اللجان المحلية لنواب الشعب وتعزيز إرشاد والدعم والتوصية تواصل وتبادل لتتقدم أعمالنا مع العصر. ثالثا، المقترحات في السنة القادمة. تعد عام 2018 بادرة تنفيذ روح المؤتمر الوطني للحزب 19 كما هي السنة الأولى لمجلس الوطني 13 لإيفاء واجباتها. فإن المؤتمر الوطني للحزب 19 قد أقامت وأكدت مكانة تاريخية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية وفتح مسيرة جديدة لدولة
وأشار باتجاه تقدم الجديدة لقضية الحزب والدولة، وبنفس الوقت قامت بتخطيط المهمة جدا للتأكيد نظام سيادة الشعب والدولة وتنمية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وقدمت مقترحات ومطالب واضحة جدا لإحسان أعمال المجلس الوطني لنواب الشعب. فإن مستقبل هذا النظام سيكون أكثر إشراقا، فإن الرسالة للجنتها الدائمة سيكون أكثر شرفا، ولابد أن نتمسك بفكرة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في عصر شي جين بينغ الجديدة للتنفيذ بشكل شامل روح المؤتمرات الكاملة الأولى والثانية والثالثة، نتمسك بقيادة الحزب وسيادة الشعب الدولة وإدارة الدولة بالقوانين، نتمسك بتحسين نظام مجلس الوطني لنواب الشعب لإيفاء بواجباتها المتعددة، لفتح وضع جديد لأعمال المجلس الوطني في العصر الجديد، يتمسك بقيادة الحزب في كل الأعمال وصيانة سلطة السيد شي جين بينغ كالأمين العام ومكانتها الجوهرية، ويتمسك بالقيادة الموحد تحت قيادة شي جين بينغ لضمان كل التخطيطات الصادر من الحكومة المركزية سيترقى تنفيذها في كل الأعمال الملموسة، يتمسك بكل الحقوق للدولة يرجع إلى الشعب للضمان سيادة الدولة من قبل الشعب، يتمسك بوضع الدستور في المكان الأول لإدارة قوانين لتعزيز التطبيق والمراقبة للدستور لتعزيز النشر والتوعية للدستور ورفع مستوى إدارة الدولة بالقوانين وإدارة الدولة بالدستور وقيام بالتطبيق وممارسة الحقوق التشريع والمراقبة حقوق لأخذ القرار والإعفاء لسد متطلبات الشعب المتزايدة لتحقيق الحياة الجميلة. اللجنة الدائمة لمجلس الوطني 12 قد اجتاز من حيث المبدأ النقاط الحمة والخطة تشريع ومراقبة الأعمال في عام 2018، وقمنا بتخطيط الأولي في الأعمال السنة القادمة. أولا، مواصلة في تعزيز أعمال التشريع، الدراسة وتأليف خطة تشريع للجنة الدائمة للمجلس الوطني 13 لتدبير الأعمال القانونية لخمس سنوات القادمة، لإحكام قانون بالأجهزة الحكومة وإعدال وتعديل القوانين المختلفة فيما يخص بمحكمة الدولة ونيابة الشعب والموظف الحكومة، لتسريع الأعمال تأليف موسوعة القوانين المدنية لمراجعة الفصول المختلفة لهذه الموسوعة، لتنفيذ مبادئ ضرائب للدخل، لوضع القوانين للضرائب للأراضي الزراعة، والدراسة الوضع القوانين لضرائب العقارات لتعديل الجني الضرائب، ووضع القوانين الخاصة بالاستثمارات من التجار الأجانب والتجارة الإلكترونية ومقاولة الأراضي في المنطقة الريفية لتعزيز القوانين وتشريع في أعمال المجتمع والثقافة والإيكولوجيا، ووضع قوانين تقويم شؤون الأحياء وقانون التعزيز للصحة والخدمات الطبية، لتعديل القوانين للوقاية من التلوث من نفاية الصلبة، لتعديل القوانين الدعوة الجنائية للمواصلة بإحسان الأعمال المعنية لضمان السير القوانين في
مدار القوانين. ثانيا، مواصلة تعزيز عمل المراقبة حول دفع تنمية عالية الجودة، كسب انتصار في 3 معارك حاسمة، وهو منع وقوع مخاطر كبيرة، والقضاء على الفقر بشكل دقيق، ومعالجة التلوث، وفحص أحوال تطبيق قوانين الإحصاء، ومعالجة التلوث الهوائي، وحماية البيئة البحرية، ووقاية من الزلزال، وسلامة جودة المنتجات الزراعية، والوقاية من المرضى المدفشة، واستماع إلى تقرير تقييم الوسط لخطة 50 13، وتعزيز إدارة الأصول المملوكة للدولة، وغيرها من التقارير المتخصصة، وإجراء دراسة متخصصة حول الديون حكومات محلية، والقضاء على الفقر، مواصلة تعزيز المراقبة للأعمال القضائية، واستماع ومراجعة التقارير المتخصصة لمحكمة الشعبية والنيابة العامة الشعبية وغيرها. وتعزيز نظام احتياطي وبناء القدرة وتصحيح تجاوزات للدستور والقوانين. ثالثا، مواصلة تعزيز أعمال متعلقة بالنواب، تحسين مختلف الأنظمة المتعلقة بالنواب، والدعم والضمان ممارسة نواب واجباته ولعب دورهم أفضل، تعزيز التواصل بين لجنة دائمة مع النواب، وتوصية قنوات ومداها لمشاركة النواب في أعمال لجنة دائمة ولجان متخصصة، وتوثيق التواصل بين النواب وجماهير الشعب، ومراجعة بجدية اقتراحات النواب وتطبيقها، ورفع جودة المناقشة وجودة التطبيق، وتعزيز بناء أسلوب الفكري والسياسي، ومراقبة أداء الواجبات، وزيادة تعزيز الإرشاد للأعمال التشريعية والمراقبة والمناقشة للمجالس المحلية للنواب الشعب، وإتقان أعمال التبادلات الخارجية ورأي العام، ودراسة النظرية وبناء ذاتي لنواب الشعب. نحن على ثقة بأنه بفضل قيادة القوية للجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته، وبإرشاد العلمية لأفكار شي جين بينغ حول الإشراقية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وبفضل الدعم القوي لأبناء الشعب الصيني بمختلف القوميات، إن اللجنة مجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة سوف تتحمل المسؤولية وتكتب صفحة جديدة لأعمال نواب الشعب في العصر الجديد. أيها النواب، الحلم العظيم يشجعنا مواصلة الكفاح، العصر العظيم يحفزنا مواصلة التقدم، لنتضامن بشكل أوثق حول لجنة الحزب المركزية باعتبار رفيق شي جين بينغ نواته، ونرفع عاليا راية العزيمة للإشتراكية ذات الخصائص الصينية، وندرس ونطبق بشكل معمق أفكار شي جين بينغ حول الإشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، ولا ننسى الغاية الأصلية، ونذكر الرسالة، ونفتح ونكافح لنكافح لكسب انتصار إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة باعتدال على نحو شامل، وكسب انتصار العظيم لإشراقية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وتحقيق حلم الصيني المتمثل في نهضة العظيمة للأمة الصينية.